الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، سائلا ربي عز وجل أن يتم علينا النعمة بإتمام هذه الختمة المباركة لكتاب الله تبارك وتعالى تدبرا وتفسيرا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بما نعلم من كتاب الله تبارك وتعالى، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وتثبيته، نبدأ من هذه الليلة المباركة، ليلة السبت إن شاء الله تبارك وتعالى، بسورة طه، بعد أن أتممنا السور السابقة من الفاتحة إلى مريم ولله الحمد. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة طه، وأنا بفضل الله عز وجل من الله عز وجل علي بهذه الفكرة الطيبة المباركة أن أجمع مواضيع السورة في سورة، يعني منظومة سجعية لجمع موضوعات السورة الكريمة ولتيسير حفظ مواضيع السورة الكريمة. فسورة طه قلت فيها، وسورة طه حول رعاية الله لأهل الدعوة، يعني من مقاصد هذه السورة الكريمة، وإن كان لها مقاصد عديدة غير ذلك، ولكن هذا هو مقصد عام، فهي فيها رعاية الله تبارك وتعالى لأهل الدعوة أو لكل من هو على طريق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلوات والتسليمات. فقلت وسورة طه حول رعاية الله لأهل الدعوة افتتاحية وخاتمة وبينهما دروس خمسة، يعني سورة طه عبارة عن فاتحة للسورة الكريمة ثم خاتمة للسورة الكريمة، وبين افتتاح السورة وخاتمة السورة دروس خمسة بيّنها الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله ولأتباع الأنبياء ولمن هم على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأول قصة موسى ومشاهد ستة، ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة موسى عليه السلام وست مشاهد من هذه السورة الكريمة المباركة. فقلت المنادات والمناجاة والتكليف والمعافاة، المنادات والمناجاة هذا ما يكون معنا في هذه الليلة، عندما نادى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام على جبل الطور، والتكليف والمعافاة حيث كلفه الله تبارك وتعالى بالرسالة وبدعوة فرعون أكبر طاغية على وجه الأرض الذي ادعى الربوبية من دون الله تبارك وتعالى، فقال أنا ربكم الأعلى، والحوار والجدال الذي دار بين موسى عليه السلام وبين فرعون، والسحرة الإشرار، والسحرة الأشرار يعني أتباع فرعون الذي جمعهم فرعون من هنا وهناك ليقوموا بالتصدي لموسى عليه السلام زعما منه أنه أتى بسحر. فقلت والحوار والجدال والسحرة الأشرار، إيمان بالليل من بعد كفر بالنهار، وهذا سيتضح معنا إن شاء الله في عرض السورة، حيث بيّن الله تبارك وتعالى كيف حول الله تبارك وتعالى هؤلاء من كفرة إلى بررة، حولهم الله عز وجل من كفرة إلى بررة. ولذلك قلت إيمان بالليل من بعد كفر بالنهار، والنجاة من الفجار، ولقاء الجبار، وعبدوا عجلا له خوار. ده بقى من غباء بني إسرائيل، يعني مع كل ما فعل سيدنا موسى عليه السلام مع هؤلاء ومن دعوتهم إلى الإمام الله عز وجل، ومع ذلك في غياب سيدنا موسى عندما ذهب إلى لقاء ربه عز وجل، عبدوا من دون الله عز وجل عجلا جسدا له خوار الذي صنعه السامري، كما سيتبين لنا إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء عرض السورة الكريمة. والثاني، الدرس الثاني من السورة الكريمة الذي ذكره الله تبارك وتعالى، جزاء الكفار نجانا الله عز وجل من النار. والثالث مشاهد الحسرة وخشوع ولا همسة،
والرابع نبينا والقرآن والعلم والإيمان، والخامس أي الدرس الخامس آدم والشيطان وإغواؤه للإنسان، والخاتمة يعني خاتمة السورة إنذار وإعذار وتوجيه للأبرار. لعل الله تبارك وتعالى يوفق، وأذهب إلى المطبعة ونطبع إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الورقة التي فيها مواضيع السورة الكريمة لتيسير حفظها إن شاء الله تبارك وتعالى. أكررها مرة أخرى سريعة، وسورة طه حول رعاية الله لأهل الدعوة، افتتاحية وخاتمة وبينهما دروس خمسة. الأول قصة موسى ومشاهد ستة، المنادات والمناجاة والتكليف والمعافاة والحوار والجدال والسحرة الأشرار، إيمان بالليل من بعد كفر بالنهار، والنجاة من الفجار ولقاء الجبار، وعبدوا عجلا جسدا له خوار، والثاني جزاء الكفار نجيت من النار، والثالث مشاهد الحسرة وخشوع ولا همسة، والرابع نبينا والقرآن والعلم والإيمان، والخامس آدم والشيطان وإغواؤه للإنسان، والخاتمة إنذار وإعذار وتوجيه للأبرار. والله عز وجل أسأل أن يجعلنا من عباده الأبرار. تبدأ السورة الكريمة بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم طه، وسبق معنا أن طه من الحروف المقطعة التي بدأ الله تبارك وتعالى بها بعض السور، والراجح من أقوال العلماء أنها يعني إعجاز للعرب الفصحى البلغاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن طه من الحروف المقطعة، أنتوا عارفين الحروف دي كويس قوي، فهاتوا زي القرآن أو إيتوا بآية، هاتوا آية مثل آيات القرآن أو جزء حتى من آية، وتحدهم الله عز وجل بذلك وعجزوا جميعا. قال الله جل وعلا: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وقال بعض العلماء أن طه بمعنى أن كل حرف من الحروف المقطعة إشارة إلى اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. وجمع الإمام ابن كثير من الحروف المقطعة في بداية السور، كون جملة فقال: نص حكيم قاطع له سر، والذي يترجح هو الذي ذكرته الأول، بل والبعض أول مثل طه وياسين قالوا أن هذه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طب انتوا قلتوا الكلام ده ليه؟ قالوا علشان بعدها بيكون في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني طه بعدها ايه؟ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام إذن من أسمائه طه. وهذا الكلام طبعا خطأ بدون دليل، لأن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بين أسمائه طه، وإنما طه من الحروف المقطعة زيها زي ألف لام ميم، زي كاف ها يا عين صاد بداية مريم، زي قاف مثل هذه الايه الصور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك، أسفا على إعراض قومك عن الإيمان بك، إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرا لمن وفقهم الله عز وجل لخشيته. فاللهم إنا نسألك أن نكون ممن يخشاك كأنه يراك يا رب العالمين، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يعني هذا القرآن العظيم نزله الله تبارك وتعالى الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم سبحانه جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا بدون تشبيه ولا تمثيل، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني سبحانه جل وعلا له وحده ما في السماوات وما في الأرض وما تحت التراب من مخلوقات، خلقا وملكا وتدبيرا سبحانه جل وعلا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني وإن تعلن القول
أو تخفه، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر. زي إيه؟ مثل خواطر النفس، لا يخفى عليه شيء من ذلك، سبحانه جل وعلا يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه جل وعلا. ولله در القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناة عروقها في نحلها، ويرى المخ من تلك العظام النحلي، أو كما قال الشاعر. فالله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، مش السر بس اللي عارفه، وما هو أخفى من السر. حتى أن العلماء قالوا أخفى من السر الخواطر اللي بتدور في نفسك، وقالوا الذي ستفكر فيه بعد قليل وأنت لا تعلم عن نفسك. انت ما انتش عارف بعد شويه انت هتفكر في ايه، ربنا عارف اللي هيدور جواك وعارف انت هتفكر في ايه سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو، له الاسماء الحسنى، يعني الله سبحانه وتعالى لا معبود بحق غيره، له وحده الاسماء البالغه الكمال في الحسن سبحانه جل وعلا. ثم انتقل الحديث الى موسى، بداية قصة موسى عليه السلام. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من قومه الإعراب، يعني عشان نعرف مناسبة الآية دي أو قصة موسى لما سبق، الآية بدأت بخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كما هو معلوم في الآية. ثم انتقل الحديث إلى قصة موسى عليه السلام. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يؤذى، وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤذون أشد الإذاء من قومهم، فذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصص في القرآن إنما جاءت للعبرة والعظة ولتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاد من هو على طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. جاءت تسلية بقصة موسى عليه السلام، فقال سبحانه: ولقد جاءك أيها الرسول خبر موسى ابن عمران عليه السلام إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. يعني حين عاين في سفره نارا، موسى عليه السلام شاف نار، هو ماشي هو وزوجته وخادمه، فرأى هذه النار فقال لي: أقيموا في مكانكم هذا، خليك انتظروا انتظروا في هذا المكان حتى أنظر إلى هذه النار، إني أبصرت نارا لعلي آتيكم من هذه النار بشعلة، يعني حتى يطهي عليها الإيه، يأتي بشعلة من هذه النار حتى يطهي عليها الطعام، أو أجد من يهديني إلى الطريق، أو يجيب نور معاه من أو الشعلة ديت عشان ينور بها، لأنه كان يمشي في الظلام. فلما أتاها نودي يا موسى، راح هناك عند النار وعند الشجرة المباركة شجرة الزيتون، فلما جاء النار ناداه الله عز وجل بقوله: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني إني أنا ربك فانزع عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى. فناداه الله عز وجل وكلمه الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وفي هذه الآية في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فإنه يتكلم بما يشاء في وقت ما يشاء على الوجه الذي يشاء سبحانه جل وعلا. والله تبارك وتعالى يصطفي من بين الرسل ما يشاء أن يكلمه جل وعلا. من فوائد هذه الآيات قرن الله تبارك وتعالى بين الخلق والأمر، فكما أن الخلق لا يخرج على الحكمة فكذلك لا يؤمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة سبحانه وتعالى. وكذلك يستفاد من هذه الآيات من موقف سيدنا موسى عليه السلام مع زوجته حينما قال لهم: امكثوا إني آنست نار، فقالوا على الزوج واجب الإنفاق على الأهل، يعني المرأة، المرأة تسمى في الايه، تسمى الأهل، يقصد بكلمة الأهل يعني المرأة.
من غذاء وكساء ومسكن، ووسائل تدفئة، ووقت الايه؟ وقت البرد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يوصي بالنساء، قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في مهنة أهله، يعني يساعد أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الكرام، وتابعوا معنا هذه الحلقات بعد صلاة الفجر والعشاء بفضل الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.